ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم جاكس جي في فيديو جديد. فات شهر على اخر فيديو، وكان بسبب مشكله ان انا ما كنتش عارف اصور باو بي اس خالص. كان بيكون في اف بي اس دروب ولاج غير طبيعي، كنتش عارف اصور اي حاجه خالص. فالحمد لله حليت المشكله وخلاص بقيت عارف اصور باو بي اس. كل عايز منكم بس السبورت، ان شاء الله نرجع لكم بيدين او ثلاث فيديوهات في الاسبوع، والمره دي ان شاء الله بدأت. ممكن بس الفترة الجاية أقصر سنة صغيرة بسبب الامتحانات، بس هحاول إن أنا ما أقصرش. كانت مشكلة موجودة والحمد لله حلت. المشكلة هتعرفوها في الفيديو الجاي عشان مش عايز أحرق لكم السيت. وده تالت فيديو سيت اللي هو 0.3، وإن شاء الله السيت أب ده يعجبكم والفيديو ده يعجبكم. وبس مش عايز أطول عليكم، وإن شاء الله خلاص هيعجبكم هو. ومش عارف هيكون في جدول ولا لا، بس هيكون فيديوهين أو تلات فيديوهات في الأسبوع. وأي حد عنده فكرة زي ما قلت يلا ان شاء الله نرجع اوبكم. شاستر عليكم ويلا بينا نخش على الفيديو ونشوف ادي الجرين سكرين. ادي الجرين سكرين زي ما انتم شايفين بالمواسير المعفنه بتاعتها على ما اجيب ستاند وكرسي، عشان كرسي المكتب القديم باظ. فده كده على ما الكرسي القديم يتصلح. نبتدي من يمين الشمال، ومعنا اول حاجه وهي السماعه الريد دراجون H501 تقريبا، يعني هبقى اسيب لكم كل حاجه في الديسكربشن. والهيدسيت ستاند يعني مش اكيد مش هسيب لكم اللينك بتاعها تقريبا، لان انا كنت شاريها، ما كنتش شاريها من على الفيسبوك، قديمه جدا يعني. ف يعني دي كده هنسن مش لازم، او ممكن اللي جبته كله على امازون عليها. والماوس طبعا انتوا فاكرينه ماستر كيز اسمه مايكروسوفت تقريبا، ولا مش فاكر كان ايه، بس انتوا فاكرينه يعني. مايكرو كولر ماستر فاكرينه يعني، الماوس بتاعه. ودي لوجيتك ماوس باد جديده برضو غير البروسيسور، والكيبورد بتاعنا القديم اللي كان قبل كده موجودين اهو. واكتر حاجه بحبها اما الرينبو يا اما الأسرق، يا اما في برضو اللي برضو اللي رايقه برضو دي. وده البلاي ستيشن، بس البلاي ستيشن بايظ لسه مستني يصلحه. وملناش دعوه بالحاجات اللي ورا دي، سوفت بوكس وبطلت استخدمه على ما اجيب سوفت بوكس. ودي كراتين فيها حبه حاجات كده عشان لو صلح اي حاجه بقى اجرى. وده بوب فلتر جديد لان القديم باظ. وده المايك بتاعنا برضو القديم، ده بوم ارم بتاعه. نيجي على الحاجه الجديده كليا وهي الشاشه واللوجيتك ويب كام C920 وفورتنايت، والشاشه الاي او سي 144 هرتز 1080p اهو. تمام، بتنزل على جنب، بتنزل وتتحرك ويمين وشمال. فبصراحه شاشه رايقه جدا. وفي كده حاجه برضو جامده ان هي بتتعود لغايه 90 ديجري، بتبقى فيرتيكال بس ملهاش اوبا سوري ملهاش لازمه قوي يعني، لازم اوريك بس انت اكيد فهمت تبقى 90 ديجري. نيجي لاهم شيء، وهو الشيء هذا الصندوق العظيم، عشان نبعد اهو. ال NZXT ال NZXT H500 ميد بلاك في بلو زي ما انتم شايفين. اول حاجه المذر بورد اللي شايله كل حاجه، MSI X470 جيمنج بلس، والبروسيسور AMD رايزن 3200G اللي هو APU. ما عنديش كارت شاشه. والبتاع الاخضر اللي انتم شايفينه ده كارت واي فاي، بس انا موصل لان وما فيش كارت شاشه، لسه ما جبتش كارت شاشه. وبس مش ناقص غير ال SSD 124 جيجا بايت و HDD 1 تيرا بايت، ناقص ال GTX 1660 سوبر وبس.
ودي كده شايفين السيت اب، في مروحه فوق هي جايه مع الكيسه، وفي مروحه هنا زي ما انتم شايفين. وادي الكيسه بصراحه رايقه جدا، وممكن اوريكم الظهر. تمام، الظهر رايق، والكيبل ماجنت بصراحه رايق جدا، يعني عامله بزيب تايز بصراحه، الدنيا بتبقى رايقه جدا. وهذا هو السيت اب اللعين، ديكو زي ما انتم شايفين هو ده السيت اب. وزي ما انتم شايفين هو ده السيت اب بتاعي، ويا رب يكون السيت اب عجبكم، ويكون اتعدل فيه حاجات كتير اكتر من السنتين، من الفيديو اللي فات اللي كان من سنتين. وبس على، ولو عجبك الفيديو تشوف لايك على الفيديو، وتشوف فيديو مع اصحابك، وتموت في رايك، واشترك توصل لكل جديد. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. يلا يا جماعه فركش.